في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، اجتمع الفريق أول مع الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية والسيدة إفريل هاينز مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية بحضور معالي الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة وسعادة اللواء الشيخ حمد بن محمد الخليفة نائب رئيس الأمن العام. وفي بداية اللقاء رحبت مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية بزيارة معالي وزير الداخلية إلى الولايات المتحدة مؤكدة أهميتها في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. ومن جهته أشاد معالي وزير الداخلية بالعلاقات الوثيقة والشراكات الاستراتيجية التي تجمع البلدين وجهودهما المشتركة في تعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية الأمن والسلم الدوليين. وأعرب معالي عن اعتزازه بالتعاون والتنسيق الأمني بين البلدين الصديقين، منوها إلى أهمية تعزيز التعاون لمواجهة التحديات على الساحتين الإقليمية والدولية. وتم خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بتطوير التعاون والتنسيق الأمني بما يخدم مصالح البلدين الصديقين ويسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.